الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ركعة الوتر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما رزقتنا وأعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم،
ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. والطف بنا يا ربنا فيما جرت به المقادير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبِّت أقدامنا، وانصُرنا على القوم الظالمين. اللهم تقبَّل صيامنا، وركوعنا وسجودنا، وقيامنا وقرآننا، واختِم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اغفر لآبائنا ولأمهاتنا ولمن له فضل علينا، واغفر اللهم لأموات المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم يا حنان يا منان، يا من لا يغفل ولا ينام، نسألك أن توفق أهلنا في الشام لما فيه صلاح لهم في الدنيا والآخرة. اللهم واحمهم من شر الفاسدين. اللهم إنا نسألك أن تمنحهم السكينة والفوز عاجلا غير آجل يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك لأهلنا في غزة، فقد ضاق بهم الحال وعانوا الكثير، فاللهم اكتب لهم السعادة والرضا، وقر أعينهم بالحصول على الحياة الهنيئة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم قو إيمانهم وضاعف صبرهم، وأغِثهم بغيثك، فلا غيث للعباد سواك يا الله. اللهم يا من لا تضيع ودائعه، ويا من لا يرد السائلين، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحفظ أهلنا في فلسطين من كل سوء ومكروه. اللهم وارفع عنهم الظلم، وثبتهم على الحق حتى يلقوك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشف جرحاهم، وارحم موتاهم، وارزقهم الثبات والصبر يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. الله أكبر.